بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمر عباده بعمل الصالحات وكتب لهم بها أجر الصدقات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السيد الفاضل مدير المدرسة، السادة الأفاضل المعلمين والمعلمات، أولياء الأمور الكرام، يسعدنا اليوم أن نلتقي بكم في المسابقة الدينية اليوم الثاني على التوالي، وطلاب وطالبات الصف الثامن. فليتفضل كل طالب بتعريف نفسه، الاسم والصف. السلام عليكم، اسمي عمر أحمد من صف ثامن بي بريطاني. اسمي عامر العامري من ثامن بي بريطاني. السلام عليكم، اسمي عبد الله وليد صف الثامن بريطاني. ليان مرتضى صف ثامن وزاز. ليان علاء صف ثامن وزاز. شهد صف ثامن وزاز. أهلا وسهلا بالمبدعين والمبدعات. أساس نهضة الوطن، مسابقة التربية الإسلامية. السؤال الأول خاص بالأولاد: ماذا يفعل المسلم إذا خسف القمر ببلد مسلم وعم الظلام الأرض؟ يا شباب، هل يصلي صلاة الكسوف أم صلاة الخسوف أم صلاة الاستخارة؟ بعد الإجابة تكون بعد المناقشة. صلاة الخسوف. صلاة الخسوف إجابة صحيحة، أحسنت. ننتقل إلى سؤال البنات: ما هي الصلاة التي لها قيامان وقراءتان وركوعان؟ هل هي صلاة الاستسقاء أم صلاة الكسوف أم صلاة الخسوف؟ صلاة الكسوف. صلاة الكسوف، أحسنتي، شكرا. ننتقل إلى قسم الأولاد. الإجابة الصحيحة طبعا هي صلاة الكسوف، أحسنتم. ما المقصود بالمفهوم التالي؟ هو علم الله تعالى بالأشياء قبل حدوثها وتقديره لها بحكمة وإتقان. هل هو الإيمان بالملائكة أم الإيمان بالكتب أم الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره؟ الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. الإيمان بالقضاء والقدر، أحسنت، الإجابة الصحيحة. ننتقل إلى قسم البنات والسؤال الآخر: ما هي فوائد القضاء والقدر في الإسلام؟ تقوية عامل القناعة والقضاء على الأمراض النفسية، أم تطهير القلب من الأحقاد واختبار المؤمن، أم جميع ما سبق؟ جميع ما سبق. جميع ما سبق ذكره، أحسنتم. ننتقل إلى سؤال الإجابة الصحيحة طبعا جميع ما سبق، سؤال الأولاد الآن: ما هو حكم الإيمان بالقضاء والقدر؟ واجب من أركان الإيمان أم سنة مؤكدة أم مندوب؟ واجب من أركان الإيمان. واجب من أركان الإيمان، الإجابة الصحيحة. ننتقل إلى سؤال البنات، السؤال السادس: هي التي أوجبها الله تعالى على عباده وهي أعلى مراتب الطاعة والولاء لله تعالى، فينالون بها القربى من الله تعالى في الدنيا والآخرة والبشارة، هل هي صلاة النوافل أم الفرائض أم الجهاد في سبيل الله؟ الفرائض. الفرائض أو الأركان في الإسلام، الإجابة صحيحة، أحسنتم. السؤال السابع لقسم الأولاد: هي التي واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها سوى الفريضة، وآداؤها يجبر الخلل الذي قد يحدث في أداء الفرائض،
هل هي النوافل أم الفرائض أم علم الهندسة يا شباب؟ النوافل. أداء النوافل أو السنن. الإجابة صحيحة، أحسنت يا عمر. ننتقل إلى قسم البنات والسؤال الآخر، ما حكم التطير أو التشاؤم في الإسلام؟ هل هو حرام شرعا لما فيه من منافاة لتعاليم الدين وتعارضه مع القضاء والقدر، أم حلال شرعا، أم سنة مؤكدة؟ واحد. الإجابة حرام. حرام شرعا لما فيه من منافاة لتعاليم الدين وتعارضه مع يا شباب الإيمان بالقضاء والقدر. إجابة صحيحة. قسم الأولاد، صيام شهر رمضان المبارك يعتبر من السنن أم الفرائض أم مستحب؟ صيام شهر رمضان المبارك يعتبر من السنن أم الفرائض أم مستحب؟ تفضل يا عمار. الفرائض. الفرائض. إجابة صحيحة، أحسنت. ننتقل إلى قسم البنات، أداء العمرة كل عام يعتبر من أعمال الفرائض أم النوافل أم مندوبة أو مندوب؟ النوافل. من النوافل، أحسنتم. إجابة صحيحة. طب الآن في تعادل بين الفريقين يا شباب، نبدأ بأسئلة التحدي، ومن يخطئ في سؤال من أسئلة التحدي سوف يفوز الفريق الآخر. السؤال الأول لقسم الأولاد، من هو النبي الذي كان يعمل تاجرا للأقمشة؟ هل هو سيدنا إبراهيم عليه السلام، أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أم سيدنا سليمان عليه السلام؟ سيدنا إبراهيم. إجابة صحيحة، أحسنت. سؤال التحدي الخاص بقسم البنات، من صاحب فكرة حفر الخندق في غزوة الأحزاب؟ أبو بكر الصديق عليه السلام، أم عمر بن الخطاب عليه السلام، أم سلمان الفارسي؟ سلمان الفارسي. إجابة صحيحة. طب ننتقل إلى أسئلة التحدي الأخرى لقسم الأولاد، من هو خازن الجنة؟ خازني الجنة، رضوان عليه السلام، أم إسرافيل، أم مالك؟ رضوان. أحسنت. إجابة صحيحة. سؤال البنات، ما هي الغزوة التي خاضها المسلمون في شهر رمضان الكريم؟ هل هي غزوة أحد، أم غزوة بدر، أم غزوة الأحزاب؟ مرة أخرى، الغزوة التي خاضها المسلمون في شهر رمضان المبارك، غزوة أحد، أم غزوة بدر، أم غزوة الأحزاب؟ غزوة أحد. إجابة خاطئة. طبعاً في النهاية طبعاً فوز فريق الأولاد، شكراً لكم على حسن المشاركة، وحان الآن تسليم الجوائز. تفضل سمو مؤمن، تفضل. شهادات التقدير للفائزين. نعم، شهادات التقدير للبنات. نعم، شكرا لكم. وفي الخاتمة نسأل الله العلي العظيم أن نكون قد أضفنا إلى مسامعكم بعض من المعلومات الدينية الهامة، وإلى لقاء آخر ومعلومات جديدة أخرى مع خالص تحيات قسم التربية الإسلامية مدرسة العالمية الخاصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.